مدد الملائكة والإنس والجن والطير وكل ما على الأرض وما فوق السماء إلا ملك الموت يسأله الله من بقي من الخلائق يا ملك الموت. يقول إلهي لم يبق إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الماثل الآن بين يديك. فأقول له الله اقبض روح جبريل يا ملك الموت. فيقبض روح جبريل. من بقي يقول ميكائيل وإسرافيل وأنا العبد الذليل بين يديك. اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت. فيقبضها. اقبض روح إسرافيل يا ملك الموت. فيقبضها. ثم يسأله الجبار جل جلاله من بقي من الخلائق يا ملك الموت. فيقول لم يبق إلا أنا العبد الذليل بين يديك. فيقول له الله موت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت. وعندما يشعر بسكرات الموت يقول وعزتك وجلالك لو كنت اعلم ان سكرات الموت شديدة هكذا لخلقت منك ان تعافيني من قبض ارواح العباد. لمت ملك ورفع الله الى الدنيا وهي خاوية على عرشها. الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت والبحار سترت والنفوس زوجت السماء كشفت الجنة أزلفت الجحيم طهرت. ينظر ربك إلى الدنيا وهي خالية فيقول يا دنيا أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين بحارك؟ أين قصورك؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟